اليوم في حقيقة نحن كأسرة يعني إعلامية في إقليم لاهور نخلد مع أسرة الأمن الوطني احتفالتها بمناسبة يعني ذكرى إحداث وتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني. يعني هذه الفرحة والبهجة والسرور تجعلنا يعني نتفائل يعني خيرا إن شاء الله للوضع الأمني في المدينة والوطن بشكل عام، كما نصب كذلك أن تتوطد العلاقة في خدمة المواطن وخدمة الوطن، لأن هي مسؤولية مشتركة ليس فقط للجهاز الأمني حسب، بل يعني الفعاليات الإعلامية، المجتمع المدني، الهيئات النقابية والسياسية. إذن هو حفل في رمزيته وفي دلالته، ولكن أيضا هي عبرة للجميع من أجل يعني المساهمة ومد يد العون كل من موقعي مسؤوليته إن شاء الله لتحقيق فعلا يعني أقول اطمئنان الأمني واستتباب الأمن بإقليم لاهور وبالوطن بشكل عام. إذن نسجل بارتياح كبير هذه العلاقة التواصلية التي نصب جميعا إلى أن تخدم المواطن أساسا وأن تحقق فعلا يعني مفهوم شرطة القرب وشرطة المواطن. إذن نتمنى إن شاء الله للأجهزة الجهاز الأمني يعني أن يكون في مستوى الرهانات ومستوى التحديات ومستوى انتظارات المواطن ليس بالنظوف حسب المواطن المغربي بشكل عام. مرة أخرى هنيئا لأسرة الأمن الوطني بذكرها ذكرى تأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني. نريد اليوم الإدارة العامة للأمن الوطني ذكرها 58 لتأسيسها. نحن اليوم كمنظمة حقوقية نحضر اليوم هذه الاحتفالات للمنطقة الإقليمية لأمن لاهور. الأجواء كما ترون هنا تعمها الفرحة والسرور، خاصة وأن المنطقة الأمنية في الآونة الأخيرة قامت بمجهودات جبارة يصفق لها بحرارة تحت القيادة الحالية لرئيس الأمن الإقليمي. السيد الرئيس تحدث عن خريطة أمنية جديدة تهم في الأساس تقريب الإدارة من المواطنين، وكذلك نهج سياسة الأبواب المفتوحة التي تحدثت عنها الإدارة العامة للأمن الوطني، وكذا تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. السيد رئيس الأمن أثلج صدرنا كمنظمة حقوقية حينما تحدث عن مجموعة من الإحصائيات التي كانت في الآونة في وقت سابق تثير كثير من الشكوك وكثير من الضيق لساكنة المنطقة. الآن جميع ساكنة المنطقة تتحدث عن شعورها بالأمن والاطمئنان. من جهة أخرى السيد الرئيس الأمن الإقليمي تحدث عن دور فعالية المجتمع المدني في دعم العمل الأمني، نحن نرحب بهذا وسنجدد لهم التصفيق بحرارة لهذه المجهودات التي تقوم بها المنطقة الأمنية. شكرا.